انتظر سكان قرية مازر لغاية ما بعد صلاة العصر ليهبوا شيبا وشبابا في مسيرة حاشدة جابوا من خلالها كل أزقة وشوارع القرية، هاتفين بروح أحمد ياسين ومطالبين السلطات العليا في البلاد بتطبيق عقوبة الإعدام والقصاص في حق هؤلاء المجرمين الذين آتوا في الأرض فسادا وأحرقوا فلذات الكثير من العائلات الجزائرية. أنا نطالب بالقصاص، طبقونا هذا القانون، الله يرحم الوالدين. اليوم مات خويا، غدوا يموت إنسان واحد آخر. الله يخليكم، الله يخليكم، الله يخليكم. طلبوا الإعدام، ما عندناش يعني حل واحد آخر. الدولة راهي مسهلة مع هاد المجرمين بزاف بزاف. ماذا بينا يكون القصاص لهذا المجرم هذا؟ خاطر كان نخلو هذا المجرم هذا يفعل ما يشاء، يعاود يكرر نفس الجريمة. الإعدام بكل صراحة، الإعدام. لا ما وصلنا إلى هذه الدرجة. في قرية يا سيدي الرئيس، ما هذا العجب؟ هذا عجب. نحن مسلمين وحنا نتمنى نديروا الحد لهاد الناس اللي راهم يديروا لنا المشاكل، القصص. لم يكن احدا يتوقع بان يزحف سرطان الاختطاف والتنكيل بالاطفال لابعد مناطق الجنوب، لكن الامر حدث بعدما اقتصر على ساكنة الشرق والوسط وكذا الغرب، ليضرب بعد ذلك مناطق الجنوب في رسالة لمسؤولين بان الخطر قادم وعلى الدولة ان تقطع اوتاره حماية لبراءة سلبت حياتها ونكلت بجثتها.